أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لن تراني ولكن فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه
فسوف تراني.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك
كلامي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه